اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم نهاركم، هذا البرنامج الخفيف والظريف اللي يجيب لكم غير جديد اللي راهو يدور في مواقع النت الفيسبوك وحتى اليوتيوب. نبداو طلتنا بالفيديو اللي راهي مبوبليا في لاباج عقليه دي زاد على محلل الجزيره اللي علق على المباشر وهو يكومونتي ويقلل من قيمه اللاعب الجزائري اسحاق بالفوديل ولي كاباسيتي ديالو مع الانتر. هذا الفيديو خدات شحال من جام وماكس دو كومونتير. هذه الديكلاراسيون تاع المحلل الرياضي استفزت الناس الفيسبوك وكل واحد كان عنده كومونتير على هذا الامر. نخليكم تشوفوا المخصو من هذا الفيديو. لما تنتدب لاعبين وانت تمر بازمه ماليه تنتدب لاعب باش يكون احتياطي، صراحه نستغرب في بعض هذه الانتدابات. الانتر كان بالفوديل شبيه سيكون احتياطي في الانتر، ما عندوش مكان في الانتر اليوم. والله العظيم يدوخني هذا الانسان هذا. انتر كان بالفوديل شبيه سيكون احتياطي في الانتر، ما عندوش مكان في الانتر في اليوم. هذه في الهجوم يلعب الفاريز وغوارين وراء بالاسيو. من بين تعليقات تعليق صوفيا فاطمه اللي قالت يغيروا منا باسكو حنا خير منهم. اما عماد ديري قال بالفوديل بروفا لو كونترير. اما حليم فضال قال راهو غلط بيان سور. اما حسين مايسترو قال الغيره تهدر. اخطاء فادحه راهم يقوموا بها لي زانترنوت وحتى لي زعما قاريين ولي قادرين على شقاهم، واللي يبين من جديد المستوى التعليمي تاع كل واحد. ولو كان تسقسيهم سؤال ما يقدرش ميم با يجاوب عليه، ولا يجاوبك بواحد الاجابه يقعد الواحد حاير. ما يعرف الواحد اذا صح ولا هو يتمسخر. ولا بروف على واش راح نحكيو من خلال هذا التعليق تاع واحد في الفيسبوك على واحد الجسر اللي عبر عليه على هذا المنوال. من أغرب وأجمل الجسور الموجودة حول العالم الجسر الموجود في النمسا الذي يتم عن عبقرية معمارية وهندسة، ويتميز هذا الجسر بوجود جزء منه تحت الماء لعبور السفن وهو يربط بين السويد والدنمارك. ركزوا مليح وحطوا خط أحمر في النمسا. الأمر سهل، اللي يعرف الجغرافيا يقدر يفهمنا هاد الشيء. واش دخل النمسا في الدنمارك والسويد؟ باش تعرفوا اكثر على هاد الجسر اللي اسمه اوغيسان، ما عليكم غير تفيزيتيو جوجل ماب. تعليقات كثيره تحطت على لو كومونتير، من بينها تعليق سليم العربي، صح الدنمارك والسويد يفصل بيناتهم مضيق النمسا اللي جايه في الوسط الشرقي، اما الدنمارك والسويد جايين في الشمال الغربي للقاره. تعليق واحد اخر، الوغ واش دخل النمسا مع السويد؟ اما عبد الحق حراق كومونتا كاش واحد ما يغلطش، كل واحد احنا انسان وكل واحد يقدر يغلط في هذا الشيء. رمضان خلاص العيد تاني، ودرك المواطن الجزائري تسولاجا شويه من المصاريف اللي فرغت له كامل جيوبه. والكاريكاتير اللي راهي تدور في الفيسبوك هي على هذه الصوره اللي راهي تبين انه المواطن الجزائري الحمد لله تهنى من لي ديبونس تاع هذه المناسبات، وين شفنا ارتفاع في الاسعار تاع الخضره ولا مستلزمات رمضان اون جينيرال وحتى اللبسه تاع العيد. ونسى باللي راهم مع موعد جديد واللي هو الدخول المدرسي والمصاريف ديالو، واللي ما بقالوش بزاف ويطبطب على الباب وين اللي عنده وليدات عنده ما راح يسفري. تعليقات كثيره تحطت على هاد الصوره ولا هاد لاكاريكاتير، من بينها تعليق حسن حسني اللي كومونتا عيد الاضحى راهو تاني اون اتونت، والدخول المدرسي يعلن الحرب. مسكين الزوالي ما جاي يتهنى شويه حتى وين راح يتعاود سيناريو من جديد. ربي يكون في عون كل واحد. الخبر اللي راهو مبوبليي في لاباج الجيريا فوريفر هو على لا ديكوفيرت تاع تارزان في لا جانجل تاع فيتنام. بعد ما كانوا في عداد المفقودين خلال الحرب اللي خاضتها البلاد مع الولايات المتحده، فان فان مول 82 سنة ووليدو هوفان لانج مول 41 سنة عايشين في واحد الغابات بوسط فيتنام، وقدر الأب يتواصل معاه على نحو محدود ونستخدم لغته المحلية. بصح وليدو ما كان يعرف غير كالكومو. 264 واحد اللي دار جام على هذا الخبر، و250 اللي بارتاجوها، وتعليقات كثيرة تحطت من بينها تعليق عادل غريغرو اللي قال مقربة، أما كادير لوريجينال قال ما عندوش لحية بعد 40 سنة مغتغير يخوفوا فينا هادو. كانوا هادو مشاهدينا هم طلعت نهاركم لنهار اليوم. نلقاكم غدوة إن شاء الله مع طلعت جديدة واحدة أخرى. تقوى على خير.